بده هالكفى. ريما بعرف انك بالبيت، افتحي الباب. شو بدك؟ بدي اطمن عليك يا حبيبتي. زفت، ممكن تروح بقى؟ بدك افتحي الباب احسن ما اكسر فوتها. لا خلصيني بقى افتحي. والله بجيب لك الشرطه. ها الشرطه؟ طيب ريما بكره مثل هالوقت لشوف اذا ما بدك تفتحي. خلصني، ما عندي وقت. شو بدك احكي بسرعه؟ حديث طويل، خليني فوت احكي برواق جوا. رواق؟ شو بدك مني؟ كيف بدك تختصر؟ هي اختصرت مثل المرة الماضية. انت بتعرفي انت بدك تبلشي ولا بتحبي ذكرك؟ لك حاليا؟ شو صرت الشاشة البياضة تبعك؟ لا 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 لا، هلا هيك بزعل كثير لأنه كل شيء حق. لك أنا ما بدي منك مصاري كمال، ما بدي منك شيء. بوس ايديك حتى انهي بوس رجليك مشان الله اتركني معاه. معلش ريما معلش، ابكي 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 ترتاحي. بس مع البكي لا تنسي تبلشي بالدواء. اوعك اوعك تفكري تغيري بيتك او رقم تليفونك، لانه اذا اتصلت فيك وما لقيتك بتعرف شو حيصير. لا شكلك اليوم انه انا ماني عاجبك. مثل ما بدك، المهم انه اتفقنا. يلا باي. شو؟ ما بتغيري؟ ساكنة هون؟ ان شاء الله هدول على السبعة المسا خالي بيكونوا جاهزين. ان شاء الله. اهلين. السلام عليكم. مع السلامة. هنادي من كل عقلك قاعدة عم تبكي؟ يا حبيبتي خلص، إذا ما حكى اليوم بيحكي بكرة. شو بنا؟ حبيبتي هدول الأجانب الشغل عندهم جد، مو مثل عنا هون تسلاية. مزجت يعني؟ مو لهالدرجة. يعني أنا ما خطر لي إنه معقولة ما اتصل فيني، معقول مو خاطر على بالي. يعني أنا ما عم أقول إنه يجي. بس تليفون ليكي شو قولك؟ خلاص يا ربي شو بدي اعمل؟ ياستي انا لو كنت محلي. مرحبا. اهلا اهلا، تفضل. مرحبا مواطن، الله يعطيك العافيه. بدي صور مشان جواز سفر لو سمحتي. تكرم عينك، تفضل. بس مستعجله لهم، قديش بدهم ليطلعوا؟ يعني شي نص ساعه منيح. طيب اوكي. ايه تفضل. الاستوديو دغري. شكرا. شو كنت عملتي؟ ما رح لك، ترجيني. كنت طلعت وراها على التدمر. شو بيه؟ جمال شو بده؟ حذري سارة؟ ايوه. وين طريقك؟ على البيت على المزة. شو رأيك واصل في حديث حبت حاكيك شيء؟ خير في الشيء إن شاء الله، ربي يسامي العليم خير. تفضلي. هلا بتغسل ايديك ولا اجيب لك مية؟ يا حبيبي تايم. يا حبيبي وين طالعة من الصبح وتارك الشقة بقى؟ ليش امبارح مفضي الخزن اللي فوق؟ وهدول شو؟ كمان مفضيتهم؟ شو الحادث مأثر عليكي؟ مرحبا بابا. يعني انت ضروري كنتي تنزلي اليوم؟ اجليها شوي، نحن اسبوع زمان بنكون خالصين. هاي خلصت وفضيت، شو في شغل؟ لسه في سقايف. اليوم بكونوا خالصين. غيره. نازلة افرض ظهري، الحاكم طق من كتر الغراب. الله يعطيك العافية. هاتي ايدك هاتي ايدك. الله يعافيك. هاتي عنك هيك. لحظة لحظة. ايوه امسك لي ايدي. يلا. سطحي ارتاحي. انت شبكي كريمه مو صغيره، بدها مساعده. ما بعرف انها مانا صغيره، بس هي شو اشتغلت يعني؟ تفضل تفضل، لا تقلي مالك دريان. دريان دريان، اتصلتي بسام؟ مو هو محدد الموعد؟ اتصلي فيه ذكريه. طيب انت موافق على اللي حكينا؟
هلا بنحكي بنحكي. طيب شو المانع اني اسكن انا ونوار لحالنا ببيت؟ انا وكريمه من يوم يومنا ما بنتطايق، بلا وجعت الراس، وهي انا عم بشتغل ونوار عم تشتغل، وسعد وبول حيساعدونا. بعدين بعدين بابا. طيب من بكره رح ادور على بيت منيح؟ سبق وحكينا بهالموضوع وقلت لك. تاتا كريمه ما بتخليني اتفرج على التلفزيون. انا من بكره رح انزل ادور على بيت. وقف على المراية رح توصل حكاية لأنك من اللي تحت ولأنك من اللي. شو ما بدك تنزل؟ المي باردة عليها بس لا تسخن شوي. بدك بللها راسها بالمي لبنتك هلا بتجيها ضربة شمس. ها أنا خلص رح سافر. لا هو بعيد. خلص خلص لا تجن. خلص حطها لبنتك عند أمها. أنت ما بدك تروح بتشوفها، يعني مين رح يمنعها؟ بعدين لينا بتلاقيها من السما أنك تروح تقعد معها. لا خلص قررت رح سافر. إيه سافر، بركي بيطلع عليك حكم غيابي وبتنحرم الرجعة كلها على بعضها. ما أعطي إياها شو ما عملت، خليها تنام وتحلم. بس ما بدك. ليش هيك صاير انت؟ ليش شبني؟ دب بليد مئت فعلا سمعان شوي انا. يعني عم بتناغم مع الواقع المحيط. ليه صار معك مصاري بالبنك؟ ليش بدك تتدين سعاد؟ لا والله بس عم بفتح معك حديث. حاكم القعدة معك صايرة بتهوي. يعني لآخر السنة بصيروا شي 100,000 ليرة إذا ضليت عم بعطي دروس خصوصية. شو رح تعمل فيهم؟ بالوقت الحالي عم حاول لم عملي، اما شو بدي اعمل فيهم والله ما بعرف، بس هي حطيت هدف لحياتي. هلا هذا كله بسبب هارموني؟ هلا انت جاي على المسبح بس مشان تتشمس؟ والله غريب انت يا سعد، كنت البس هالمايو وقعود بالحاره كنت تشمس. بقلع دهب. ليش ما عندك ايدين وموبايل انت ما تدق له؟ بدك تصالحه؟ ما في داعي تصالحه. قوم قوم ومنرجع على البيت احسن. حاكم صاير القعده معك مثل اللي قاعد مع لينا. مرحبا. هلي مرحبا. لك ليش فتت؟ مو شايف في مي بالارض والبيت نظيف هلا بالدجاجه كله؟ طيب خليني اجيب لك لفايه ضروري تتعبي حالك وتهدي حيلك. هاي رياضه. رياضة؟ خليني انزل على شي مكتب وصيلي وطالع وحدي. لا